اهلا وسهلا، نورتونا صدى البلد ونورتونا في اللوكيشن. ورمضان كريم وعيد سعيد. عشان عارفه كلهم هتقولهم لي، فانا هقولهم لك من الاخر. اولا انا مبسوطه جدا اني متواجده في بابلو في رمضان في سيزن. اكتر حاجه كمان مع حسن الرداد صديقي، ويعني انا بعمل دور حلو عاجبني جدا، وشخصيه جديده عليا وشخصية مركبة جدا. فبس تيم ورك. كان عندي كوتش ساعدني، هيثم عياد كوتش معايا ساعدني جدا، أوجه له تحية. وكان يعني اشتغلنا عليها كويس. انا على فكره جيت مسافر على طول للوكيشن يعني، بس خدت فتره شويه شويه اشتغلنا على هنا هنا هنا، قريت كل المشاهد وخلاص. الناس بتقول لك ما بخرجش ولا اشوف شارع ولا شفت حاجه، كل العزومات بتتلغى عشان خاطر بنصور وما بشوفش حاجه. بس اللي مبسوطه بيه انه المسلسل بيتعرض في دبي، في ابو ظبي، فعندي صدى حلو من هناك. يعني بيقولوا لي انه عامل شغل حلو، في تونس كمان في بلدي بيقولوا لي انه عاملين شغل حلو، والناس بتتفرج ونسبه مشاهده عاليه في البلاتفورم يعني على الانترنت. بص، شغل مع حسن، مع أروى، مع حمائي، مع مصطفى، مع أستاذ مصطفى فهمي، مع حجازي، مع أكتر مشاهدي مع حجازي. بص يعني سوري في اللفظ، متعة. يعني أنت بتشتغل مع تيم ورك فظيع بروفيشنال، مش بتحس إن أنت في مشاكل أو في حاجة. فبالعكس استمتعنا وتحس إن إحنا بقينا فاميلي واحدة، فاميلي واحدة. وكل يعني المسلسل قرب يخلص، فمش عارفين مش منتجين، بس هم المخرجين اكتر. المخرج هو اللي يبقى عايز الممثل اكتر يعني. فلا مش شخصيه والله، لا النهارده انا بمثل يارا، مفيش فتاه جميله ولا مش جميله، انا خارجه لك من غرفه عمليات without makeup really. يعني انا مش عامله ولا حاجه في وشي ولا شعري ولا حاجه، يعني باخد شاور اغسل ده زي دلوقتي، خرجت لكم بسرعه عشان انتم مستعجلين. فلا احنا بص، لما تتعمق في الشغل وفي التصوير وفي الدور نفسه هتنسى الشكل وتنسى حاجات كتير. انت ممثل، فمش انا مش موديل عشان كل شويه اقدر مركزه في شكلي وكده. في ريد كاربت تركز في شكلي، بس انا دلوقتي في التصوير فمش مركزه. نو ان شاء الله بعد رمضان في عندي مسلسل وفي عندي فيلم، لسه ما مضيتش عليهم فلسه ما اقدرش اتكلم فيهم. شكرا شكرا.